يقول المريض بمرض الربو ضيق التنفس يستعمل أنبوبة للدواء وهي عبارة عن هواء يدخل إلى الرئتين، هل هذه الأنبوبة تعتبر مفطرة للصائم ولا أو لا يجوز ولا يجوز له استعمالها؟ جزاكم الله خيرا. هذه هي مشكلة استعمال الصائم للبخاخ الذي يستعمل للربو، هذه من المشكلات، فلولا أن الصائم يتجنب هذا الشيء ويؤخره إلى الليل إن استطاع ذلك. وأما الدخول في تفاصيل فهذا يحتاج إلى معرفة ما يشتمل عليه هذا البخاخ، فإذا كان مجرد هواء كما ذكر السائل فلا شيء فيه ولا يضر على الصيام، أما إذا كان فيه ماء، فيه مادة ماء وفيه مواد دواء وتدخل هذه الأشياء إلى جوف الصائم فإنها تفطر، وبالتالي فإنه لا يجوز له تعاطيها، وإذا كان مضطرا إليها فإنه يعتبر من المرضى الذين يباح لهم التداوي والإفطار ويقضون من أيام أخرى.